الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع حضراتكم ودرس جديد من دروسنا حول أحكام التلاوة. بإذن الله تعالى درسنا اليوم عن اللامات السواكن في القرآن الكريم. اللامات السواكن في القرآن الكريم، ما هي أنواع اللام الساكنة؟ اللام الساكنة في القرآن الكريم وقعت على خمسة أنواع جملة. إن شاء الله نعرف يعني كل واحدة، ثم نذكر الأمثلة والحكم. في هذه الحصة نتكلم عن النوع الأول، وهو لام التعريفية. اللامات الخمسة هي لام التعريفية، ولام الفعل، ولام الاسم، ولام الحرف، ولام الأمر. نقول الخمسة تاني على الجملة: لام التعريفية، لام الفعل، لام الاسم، لام الحرف، ولام الأمر. لام التعريفية هي سهلة جدا، ويعرفها أبناؤنا باللام القمرية واللام الشمسية. لام التعريفية النوع الأول، ما هي لام التعريفية؟ هي لام زائدة، يقال عنها لام التعريف. هي لام زائدة تدخل على الكلمة فتعرفها، يعني كلمة نكرة مثل باب نقول الباب، رجل نقول الرجل، كتاب نقول الكتاب، وهكذا. إذن هي ليست من أصل الكلمة، هي تدخل على الكلمة، يعني لو شلناها من الكلمة لا تتأثر الكلمة، لا يختل معناها. هذه لام التعريفية، هي اللام الساكنة الزائدة الداخلة على الأسماء النكرة فتعرفها، وتقال عنها لام التعريف، معروفة بلام التعريف. حكمها عند أحرف الهجاء، لها حالتان عند أحرف الهجاء، يعني لما تيجي قبل أحرف الهجاء، احنا عندنا 28 حرف من أحرف الهجاء، هذه اللام اللي هي ال التعريف حينما تأتي قبل أحرف الهجاء لها حالتان: حالة تظهر فيها، وحالة تضغم فيها. هما حالتين، الإظهار والإضغام. متى تظهر؟ عند 14 حرف، يعني لما تدخل اللام دي قبل 14 حرفا مجموعين في، احفظ العبارة دي: ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة، يعني الهمز والباء والغين، واو، خاء، فاء، العين، القاف، الياء، الميم، الهاء. هذه 14 حرفا، حينما تأتي اللام قبلها يكون حكم اللام الإظهار، يعني نلفظ بها مظهرة ال، نسمعها هكذا، مثل أقول الإنسان، الأرض، وكذا الإنسان، الباري، الباري، الغني، الغني، الحج، الجنة، وهكذا. تلاحظ أنني ألفظ باللام، أظهرها، وهتلاقي علامتها في المصحف في الألفاظ علامة السكون فوق اللام، كما أقول الإنسان، الأرض، الباري، الكتاب، الجنة، وهكذا، علامتها السكون. الأمثلة هتظهر أمامك في لوحة ونلفظها كما ترى. الأمثلة أمامك على اللوحة، قلنا العبارة التي تظهر عندها اللام عند حروفها 14 حرفا مجموعة في هذه العبارة: ابغي حجك وخف عقيمة. المثال الأول: الإيمان. طبعا في رواية ورش يحدث النقل، نقول الإيمان، وهكذا. الكتاب، البصير، الغفور. تلاحظ أنني ألفظ، أنت تسمع صوت اللام ساكن وعليها علامة، حين انظر إلى المثال عليه علامة السكون،
الحاق، الجنة، الكتاب، قول معايا، الودود، الخبير، والفجر، قول معايا كمان، والفجر، العلي، القمر. تلاحظ أن اللام في كلمة القمر مظهرة، عشان كده بنقول نسمي هذه اللام المظهرة لام قمرية، نسمي هذه اللام لام قمرية. القمر، اليوم، المصور، المصور، الهادي، الهدى، وهكذا. إذن الحالة الأولى للام التعريف هي الإظهار عندما تأتي قبل 14 حرفا مجموعة في عبارة ابغ حجك وخف عقيمة، وتسمى لاما قمرية تشبيها بظهور اللام في كلمة القمر. هذه سهلة إن شاء الله ستظهر في التطبيق. الحالة الثانية أو الحكم الثاني من أحكام لام التعريفية وهو الإدغام. تدغم عند 14 حرفا الباقية من أحرف الهجاء. إحنا خدنا 14 حرفا في عبارة ابغ حجك وخف عقيمة، وقلنا أن اللام ستظهر عندها، وذكرنا الأمثلة. بقي 14 حرفا جمعها الناظم الإمام الجمزوري رحمه الله في هذا في بيت الشعر هذا. سنأخذ أوائل الكلمات من بيت الشعر، وحينما تدخل اللام على هذه الحروف سيكون حكمها الإدغام. في هذا البيت: طب ثم سر رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. نقول تاني: طب، يعني ناخد الطاء من كلمة طب، ثم ناخد الثاء، سر رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. كما ستظهر أمامك اللوحة نذكر الأمثلة كما ترى: الطيبات، الطيبات. تلاحظ هنا أن اللام علامة السكون اللي كانت مظهرة في النوع الأول اختفت، وأصبح الحرف اللي بعد اللام مشدد. مشدد يعني إيه؟ يعني اللام أضغمت في هذا الحرف. وإحنا عرفنا من قبل أن الإدغام إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، والنطق بهما كالثاني مشددا، أو كما في المثال، كما في الأمثلة أمامك على اللوحة: الطيبات. ما فيش ذكر للام هنا كما كنا نذكرها واضحة مظهرة في الأمثلة الأولى عندما كانت مظهرة في اللام القمرية. هنا في اللام هاتي مدغمة، وعلامة الإدغام تشديد الحرف اللي بعدها. يعني وانت بتقرأ في المصحف كده لما تشوف ال وبعدها حرف مشدد ما تنطقش اللام، تدخل على طول مباشرة على الحرف، كما في الأمثلة: الطيبات، قول معايا، الثمرات، الصلاة، الرحمن، الرحمن، التائبون، شوف ندخل على التاء على طول مشددة، والضحى، والذاكرين، النشور، الدهر. ما حدش يغلط يقول الدهر، لا، ليه؟ لأن اللام هنا مدغمة. السلام، عند الظاء الظانين، والزيتون، والشمس، والشمس. ولذلك سميت هذه اللام المدغمة باللام الشمسية، سميت اللام المدغمة في قبل هذه 14 حرفا باللام الشمسية تشبيها للام الموجودة في كلمة الشمس، كما ترون مدغمة الشمس، ما حدش يقول الشمس. آخر مثال: اللطيف، عند اللام. إذن هناك 14 حرفا تضغم عندها اللام أو تضغم فيها اللام، هاتي 14 حرفا
موجودة في أوائل كلمات هذا البيت. نقول كمان مرة، قول معايا: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية. يعني اللام المظهرة نسميها قمرية، واللام المضغمة نسميها شمسية. إذا الخلاصة، لام التعريفية هي اللام الساكنة التي تدخل على الأسماء النكرة فتعرفها، كما قلنا الكتاب الرحمن، الكتاب الرجل الغني، وهكذا. ولها حالتان: حالة الإظهار عند إبغ حجك وخاف أقيمة، وحالة الإدغام عند الأربعة عشر حرفا البقي. سبب الإظهار البعد بين مخرج اللام من طرف اللسان وحروف إبغ حجك وخاف أقيمة، في بعد، فكان الإظهار هو المناسب. وسبب الإدغام القرب الشديد بين لام التعريفية الساكنة وبين هاته الأحرف. إذا سبب الإظهار كما عرفنا البعد بين المخرجين، وسبب الإدغام هو القرب بين اللام الساكنة وحروف الأربعة عشر البقية المجموعة في هذا البيت الذي ذكرناه. لام الاسم ولام الفعل، النوع الثالث، الثاني والثالث. ببساطة شديدة، لام الاسم هي اللام الساكنة الواقعة في كلمة اسمية. يعني كلمة اسمية يعني لا هي حرف كالحروف المعروفة كحروف الجر أو الجزم أو كذا، ولا في فعل. لأن الكلمة، أنواع الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فحينما أقول كلمة اسمية أي واقعة في اسم، هذه الكلمة معناها اسم وتكون ساكنة، حكمها الإظهار مطلقا. مثلا أقول ألسنتكم، نقول ألفاف، ألوانكم، ملك، سلطانة. تلاحظ أن اللام، لام الاسم الساكنة، هي أصلية من بنية الكلمة، عكس اللام الأولى اللي هي لام التعريف كانت زائدة عن بنية الكلمة. هناك نستطيع أن احنا ننزعها من الكلمة ولا يختل معناها، أما لام الاسم لا نستطيع أن احنا ننزعها من الكلمة وإلا اختل مبنى الكلمة واختل معناها. إذا لام الاسم هي اللام الساكنة الواقعة في كلمة اسمية وحكمها الإظهار مطلقا، كما ذكرنا في الأمثلة: ألسنتكم، ألوانكم، سلطانة، سلسبيلة، وهكذا. إن شاء الله مع التطبيق سيتضح الأمثلة وسنشير إلى كل نوع. النوع الثالث هو الأمر بسيط جدا كما ترون، لام الفعل. من اسمها ما هي لام الفعل؟ هي اللام الساكنة الواقعة في فعل، سواء كان هذا الفعل ماضي مثل التقى فالتقمه، أو في فعل مضارع مثل يلتقطه يلتقي، أو في فعل أمر مثل كل أو سل، وهكذا. هاتي لام الفعل هي اللام الساكنة الواقعة في فعل، سواء كان فعل ماضي أو مضارع أو أمر، كما ذكرنا في الأمثلة. ولها حكمان عند أحرف الهجاء، لها حكمان. هاتي اللام، لام الفعل، تظهر عند جميع أحرف الهجاء ما عدا اللام والراء. يعني أي حرف من أحرف الهجاء يأتي في حينما تكون اللام فيه ساكنة، أي حرف من أحرف الهجاء يأتي بعد لام الفعل الساكنة تظهر هذه اللام. كما قلنا التقى فعل ماضي، التقى، تلاحظ أنني ألفظ باللام، فالتقطه يلتقطه، فالتقطه آل فرعون، يلتقطه بعض السيارة، قل هاتوا برهانكم، قل أغير الله، قل تعالوا،
لها عند أحرف الهجاء حكمان، تظهر عند جميع أحرف الهجاء وتضغم عند حرفين اثنين فقط هما اللام والراء. كما أقول قل لا أقول لكم، قل ربي أعلم، قل ربي أعلم، قل لا أملك. أصل الكلمة قل لا، فأضغمت اللام في اللام. قل ربكم ذو رحمة، قل ربكم، يحصل الإضغام، قل ربكم، ألفظ براء مشددة. قل لا أملك، ألفظ بلام، دخلنا اللام السكنة اللي هي لام الفعل في اللام الأخرى، إضغام ساكن في متحرك. قل لا أقول لكم، قل لا أملك، منطق بلام مشددة. قل ربكم ذو رحمة، قل ربي على كل شيء قدير. إذن لام الفعل هي اللام الساكنة الموجودة في كلمة فعلية، سواء كان في فعل أمر، سواء كان في فعل ماضي كما ذكرنا فالتقطه، أو في فعل مضارع يلتقطه يلتقيان، أو في فعل أمر كما في قل أو سأل.